خليكم فاضيين يا جماعه، لو خلص عليا انتوا اللي تجيبوا لي حقي. عايزك تخنقني بجد، ولو انا حسيت ان انا خلاص هتخني خلاص هخبط لك كده، لو انا كده خلاص سلمت. ماسكه صعبه وقررنا ننزل نجربها النهارده مع الناس، تعالوا نشوف رد فعلهم كان ايه. يلا بينا. مساء الخير، كل سنه طيبين، رمضان كريم. بصوا انا اسمي مين عادل، بقدم محتوى رياضي على السوشيال ميديا عموما ليه علاقه بحلقات تعليميه بالدفاع عن النفس. بس كان في ماسكه شرحناها قبل كده في الفيديوهات قبل كده، وناس كتير جدا قال لك الحل اللي انت بتطبقه ده مش واقعي. اللي هو حل ايه؟ تخيل مثلا لو حد مثلا جه مسكك ماسكه خانقه من ورا بالشكل ده كده اهو، الناس اللي متابعانا اكيد شافت الماسكه دي والحل اللي انا عملته، قال لك ده مش واقعي. شايف الماسكه دي انت بتعمل ايه؟ عشان انت هتمسكها لي وانا هقول لك الحل بتاعها ازاي. بمسك كده اهو، بقوم جاي ماسك كده اهو وقافل كده. تمام، تعالى كده امسكها لي كده اهو. ايوه تمام. الراجل ده انا ما اعرفوش يا جماعه، الراجل ده هيمسك بجد. تمام، اقفل اقفل جامد كده. تمام، خليك ماسك جامد. ماشي، بص لو انا عملت كده اهو، هل انت تقدر تقاوم؟ لا. طب اقول لك على حاجه، عايزك تخنقني بجد، ولو انا حسيت ان انا خلاص هتخني خلاص هخبط لك كده، لو انا كده خلاص سلمت. ماشي، اخنقه بجد. ايوه ايوه، بص انا اول ما وشي احمر الناس كده تعرف ان انا كده مخنوق بجد. تمام، بص بص بص، اخنق جامد جامد اكتر. لا لا، عايزك تخنق اكتر. ايوه ايوه ايوه، لا اتفكت الصراحه بسرعه بجد. الحل ده ينفع فيه مقاومه؟ لا خالص، يعني انت قفلت على الجزء ده، ودي اكتر حاجه يعني ساعات بتوجع، بتخلي اعصاب الجسم تفك. يعني ده اللي حصلت معايا، يعني مع اللفه دي انا يعني ايه، اعصاب دراعي فكت، فانا خلاص كده بقيت مفكوك. طب انا هخليك بقى انت تعملها. بص بقى هتعمل ايه؟ اول حاجه بايدك دي هتمسك الكوع ده وتنزله لتحت عشان تفك الخنقه شويه كده. اه، بعد كده ارفع ايدك دي دي، اه تعالى كده اهو، وتعالى عند عظمه المناخير اضغط عليها لغايه ما تجيبني لورا. تمام، ركزوا معايا اهو، يلا واحد اوكي. تمام، يلا خليكم فاضيين يا جماعه، لو خلص عليا انتوا اللي تجيبوا لي حقي. ها بص، هتمسك كده اهو، اول حاجه ركزوا معايا في البيت، همسك هنا كده اهو وهطلع بالايد دي هقلبها كده وهاجي كده اهو على الوش كده اهو. امسك جامد جامد قوي قوي قوي، هطلع كده. لحظة ان انت ضغطت بس على حتة ضعيفة خلت كل الماسكة دي فك. عايزك انت بقى تعملها معايا. اعملها تاني كده قدامي. هنجربها مع بعض، هنجربها مع بعض. أول حاجة انزل بدي تحت بالظبط كده. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. هي كده؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. انزل بدي تحت، اقلب دي ايد، اقلب ايدك دي كده اهو، تعالى عند عظمة المناخير كده اهو. اضغط عليها جامد. سهلة؟ فيها مقاومة؟ لا مفيش أي مقاومة صح؟ لا. ليه علاقة بالجسم؟ لا. أنا باجي في منطقة إيه؟ منطقة ضعيفة. حاجة أخيرة عايز أسألك عليها، إيه رأيك في فكرة إن إحنا ننزل نجرب الحاجات دي مع ناس في الشارع؟ حاجة حلوة كويسة إن أنت برضو بتعلم الناس مين يقدر يدافع عن نفسه، في ناس كتيرة أو ممكن ما تعرفش تدافع عن نفسه. وإن بتخليك أنت أصلا أنت بقى تحكم من غير ما كنا متفق معاك إن فعلا الفكرة دي واقعية ولا لا؟ أه طبعا، بس هو الموضوع بيبقى سهل بس محتاج تفكير شويه، ايه اللي انا ممكن اخرج منه باقل حاجه. انا اتشرفت بيك، وكل سنه وانت طيب حبيبي، ربنا يخليك. بتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه النهارده، وما تنساش تكتب لي في الكومنتات حركه النهارده جابت معاك نتيجه ولا لا. بحترمكم جدا، واعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.